الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. أيها الإخوة أيها الأحبة، شهدنا في صبيحة هذا اليوم المبارك صلاة عيد الأضحى، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. صلاة عيد الأضحى أقيمت في الشمال السوري في مدينة جرابلس في الأماكن المحررة رغم أنف الأسد لعنه الله تعالى وأعد له سعيرا. لقد أتى المسلمون من كل المحافظات إلى مسجدنا مسجد الحسن وصلينا مع بعضنا البعض، تجمعنا رابطة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. ما أجمل عيد الأضحى المبارك، ما أجمل المسلم عندما يلتقي مع أخيه المسلم. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الجهاد، والحمد لله على نعمة الهجرة في سبيل الله عز وجل. هذه بيوت الله تبارك وتعالى صدحت بالتكبير في محررنا لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، أعلنتها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وقد أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك في مساجد جرابلس، وشرح الأئمة والخطباء جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا للمسلمين أحكام الأضحية. واليوم إذا ذهبت إلى الشارع بعد لحظات إن شاء الله تبارك وتعالى ستجد أن الناس يطبقون هذه السنة العظيمة اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فهي سنة أبينا إبراهيم وسنة أبينا إسماعيل عليهما السلام وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وسمى وكبر ووضع قدمه رجله الشريفة صلى الله عليه وسلم على صفاحهما. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة بهذا الفداء، فنحن أمة الفداء، والله تبارك وتعالى قال وفديناه بذبح عظيم، فنحن أمة نجود بفضل الله سبحانه وتعالى ونقدم ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بتقديمه. ولن ينال الله دحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الحمد لله، رغم المآسي رغم الصعوبات رغم أن الوجوه كلها متأثرة من هجرتها وبعدها عن بلادها، ولكنها راضية بقضاء الله تبارك وتعالى، تعلو جباهها بسمة الإيمان، تعلو جباهها أنوار الطاعة والعبادة والقرب من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وفعلا الإيمان يفعل الأفاعيل يفعل الأعاجيب، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكل حال هو خير للمؤمن سواء كان مقيما أم مهاجرا مهجرا. وأحيطكم يا أيها الإخوة علما أن وعد الله لا يتخلف، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذكرت في خطبة الجمعة أن هذه الوجوه المهجرة ستعود إلى بلادها وسترجع إن شاء الله تبارك وتعالى بلدنا سوريا شامة الدنيا كما كانت، يمشي الراكب فيها يتنقل بين المحافظات كما كنا نتنقل من قبل، والأسد وزمرته إلى مزابل التاريخ، ولكننا نستعجل وهذا شيء طبيعي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإن شاء الله نصر الله قريب والعودة إلى بلادنا قريبة ونصر الله تبارك وتعالى آت، والله سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وذكرت المصلين، وهذا أمر ضروري في الأعياد، ببر الوالدين بصلة الأرحام. كررت ما كنت أقوله من سنين عديدة، لعلك تخرج من صلاة العيد فتجد أمك وتجد أباك أمامك، ولعلك في عيد مقبل لا تجد أمك لا تجد أباك، فبادر يا أيها الإبن لبر والديك. وذكرتهم أيضا بضرورة التسامح وصلة الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كل عام ومحررنا بألف خير، كل عام وأمتنا الإسلامية في شرق الأرض وغربها بألف خير، كل عام وأبناء سوريا
جزاكم ذو الجلال بني دمشق وعز الشرق أوله دمشق، فبلدنا هي معقل الأمم، هي المكان، هي فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى. بلادنا بلاد مباركة، فهي بخير وستبقى بخير، وسينصرها الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره. أسأل الله عز وجل أن يبارك بكم جميعا، أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.